الا شوف يا اختي، اليوم بغيك توقدي معايا وما تسمعيش الهضره اللي سمعت ودازت ليا من حدا ودني. واي حاجه كتعلمك في الحياه، اول حاجه كيف ما شتم بعد ما فقت اليوم وجدت اللانش بوكس ديال جود الامهات، هذا هي معاك كتحلي عينك كتدخلي الكوزينه كتكوني موجده النص ديال الطياب بليله قبل. بحالي اليوم انا غندير ليه طورتيه اللي كتعجبو بالخضره، ف كنحك خيزو فليفلة كورجيت بليلة قبل، كنصوطيهم كنديرهم في التلاجة، كنسلق الإبلي اللي كنت غندير ليه سلاد. يعني كتوجدي النص ديال هادشي بليلة قبل، والغد ليه في الصباح كتوجدي سيزونمون ديال هادشي كامل، كتطيبي طورتية. مهم راكم عارفين هادشي بلا ما يخطاكم صراحة. ورينا شوفوا يلا البداية، ولينا كنحينو مع هاد اللانش بوكس هذا اشنو نديرو اليوم اشنو نديرو غدا. ومع خصوصا ان الامهات اللي ولادهم ما كياكلوش بزاف الحوايج كيحيروا بحالي انا، ما كياكلش ليا اللحوم ما كياكلش ليا الخضار، كتبقاي تكسري في راسك اشنو غندير ليه. بحال دابا هاد التورتيه كيصحابها هو غير بيض، مع انها راه فيها جميع الخضار، فيها كورجيت فيها خيزو فيها الفلفله فيها، فهمتوا؟ ممكن دي فوا كنزيد بطاطا، ولكن مع كياكل بطاطا بزاف وليت كنحاول نبعدها عليه. فهنايا خديت الابلي غادي ندير ليه الطون. عرفتوا البنات الا مشى تحس بالطون كاين في لاصالاد غيحبس. كندير الطون، كندير المايس، كندير المايونيز، الملحه، البزار، الخل، ايوا كنحرك كلشي. وبالنسبه للفطور كان خبيز ديال القمح فيه فريميجا. البنات كندير له هذاك الشيء، راه كاين اربعه ديال الوجبات، يعني هما كيديروا فطور غوتي، الفطور مع 9، الغوتي مع 11، الغدا مع 12، الغوتي مع 2، يعني اربعه ديال الوجبات، يعني الماكله ديال النهار كامل. انا كيجي عندي في الليل كندير كنعطيها وقت، وكنعطيها هكا حليب الشوفان، رز بالحليب شي حاجه خفيفه ولا السوب ولا شي حاجه. ايوا هذا كان خبيز فيه فريميجا وكيحمق، وعندير الفرماج، فرماج الحليب العواصير لبات بيتزا، هادشي ما عندوش فيه مشكل. اما الخضار اللحوم بصفه عامه، الخضار الفواكه كياكل البنان والتفاح فقط، دخلي الادلح دخلي لي شي في خويخر ما ياكلوش. صافي هاد البيسكوي هذا ديال الاطفال خديتو من بي، من شفت البنات في انستغرام سولوني البنات انا في انستغرام راه بيومياتي 24 ساعه راه كنكون معكم دائما، كتدخلوا عندي راه كنخلي لكم في اول تعليق. يوم بعد هنايا التورتيه ديالي طابت كتجي رائعه البنات. كتصوطيو الخضره مليحه بزار، ثوما بودغ كتزيدوا عليها البيض وكطيبوها، وانا كندير الحليب العصير دانون داكشي اللي قسم الله، وكندير ليه التميره ديال المجهول. البنات راه كنت شاركت معكم في العيد منين خديتهم، هادو ما بقاوش كيخطوني، وليت كان معايا ما كياكلش ليا التمر، وليت كندير له هاد التمر اللي كيكون ما مغموس في الشوكولا بحال كياكل الشوكولا وهو كياكل التميره. ايوا شويه ديال المكسرات، وهذا هو اللانش بوكس ديال اليوم. غادي تقولي لي ها شنو الهضره اللي سمعتها ايمان، غتشوفوا شنو درت النهار كامل، غتشوفوا شنو منك يا لانش بوكس معاكي خرج جود، كتلبسي كتبداي تغسلي ليه، كتصادعي معاكي بدا يعني حتى هو مسكين مريض، عطيه الدواء بدلي ليه ديري ليه الخاطر، طرفي الدار ديري الفطور ديري الغدا غسلي الماعن. بلا ما نقول لكم هادشي كلنا كنمروا به. ايوا يجي ميسيو يقول لي يا اختي وليتي كتهلاي غير في وليداتك، بغيتيش كديها فينا، ومع انني راه كنقول لكم ديما كنعطي كل ذي حق حقه، ولكن البنات مع الدخول المدرسي معايا نيسو دابا معايا ما كاينه لا ماما لا والو، يعني كاينه مع بوحدي، فراه نورمال غادي نعطي وقتي كل لوليداتي. هنا وليت كندير شويه الفرزيات والمسيو عاقب هادشي. ايوا تفكتو اختي فراسنا نوضو يا اختي نجمعوا الوقفه، وغادي نوريكم هنا نكمل معكم بعد نهاري ما نحركش لك اختي المراحل. لبست جود كان كل لبسه ديالو موجده بليله، 80% ديال الماكله موجده بليله، كل شيء يعني كتنوضي معاه كتوجدي كتلبسيه باش ما. ايوا البنات حنا درنا له كوب زعما ديال الشعر، وخلينا له لا فرونش باش نبقى ندير له هاد لا كريم زوينه، ماشي جيل البنات هادي غير كريم كنديرها له لشعرو كتفيكسي له الشعر. ايوا قال لك لا خلي لي اختي القصه، هو ولف البنات لا فرونش. ايوا حنا مع الدراري صار كنسعفو غير صيفطتو. اول حاجه هو دخلت غادي ندير الروتين ديالي اللي مستحيل كنستغنى عليها البنات، موس هنا راه يعني طفى لي الضو، انت راه مضاربه معاهم بغا يحمقوني، يا ربي تحفظ لينا وليداتنا، ولكن ما شاء الله
راه ما شاء الله زعما ما شديتيش في راسك والله تدخلي في اكتئاب قسما بالله. سوقتو اللي عندها جوج ثلاثه الله معانا وصافي. ايوا هنا غتولي ايما شنو كديري؟ يعني راكم عارفين انا عاشقه الوصفات الطبيعيه، ولكن دابا ما كاينش الوقت. يعني امتى غتخلطي وامتى؟ فهاد لا غامبيا دي راكم ولفتوني عليها واعره البنات. كنحس بالبشره ديالي رطبه، صفاتها ليا بين الفرق بزاف في البشره ديالي يعني. كل نهار شنو كندير؟ كندير هاد العمليه هي يعني انني كنغسل وجهي بالجيل نيتوايون، كيحيد الدهون ديال الليل وداك الشيء، وكيخلي لي الوجه ديالي رطب وزيرو سولفات، زيرو بارابين، زيرو كولوران، وزيرو بارفان طبيعي. توصلي حتى 10 مرات في النهار ما كاينش مشكل. وكندير لا كريم ايدراتونت اللي هي ايكران سولير، كتحمي لك البشره ديالك من الاشعه البنفسجيه وكتايدراتيها وكتعالجها اون ميم طون كتبيضها. هادشي اللي كندير انا كل نهار. ملي كنبغي الناس كندير كريم دو نوي اللي غني بالفيتامين او اللي كي بحال التجاعيد ما كيخليهمش هكا يتكاثروا. البنات الصغار اللي فلاش ديالي كي التجاعيد ما كيجيوش في وقت مبكره، داك لا فيتامين او زوينه راه كتعطي واحد ليدغاتاسيون واعره. واسبوعيا هادشي يومي، يعني كديري الجيل نيتوايون ولا كريم سولي كريم دو نوي، واسبوعيا كتزيدي عليها لو غوماج وكريم اكلا اللي كيعالج لك البشره واللي كيقشرها. غنخلي لكم الرقم هنا اللي بغيتو تطلبوا لا غامبيا دي، راه يكون احسن ما درتو البنات في حياتكم، حيت راها رائعه واعره سحريه فريمون. البنات فيها 5 ديال لي برودوي، يعني روتين ديال البشره متكامل، ما غتبقاي تحتاجي حتى شي حاجه اخرى. ها هو لو جيل نيتوايون طبيعي راه هو مكتوب فيه، لو غوماج ولو سوان اكلا. الرقم ديال بياتي انا خليته لكم البنات هنا للطلب، والباج انستغرام ديالهم راه كاينه في صندوق الوصف، وهنا غنوريك وجهي من بعد. غير شوفوا ليكلا واعر. شوفي اختي غدا معاك دقه دقه، صبري معايا نوريك اش درت. ايوا من بعد اختي ما درنا الروتين، جينا نفطروا انا ويا نيسو، فطور خبيز ديال القمح مع بيضات فريمينجا، ايوا قهوه، هو القهوه ديالو كنزيد فيها الحليب اكثر. دابا راه كندير له خاطر وكنعطيه شويه، مع انها راه دي كونساي ولكن البنات كتعجبو. من بعد ما فطرنا البنات غسلنا المعنات، جينا نطرفوا البيت، جمعت البيت ديالي، غادي نعطرو، غادي نحاول نمسح لبنت لي شي غبره، ونجيو نبدلو لمسيو يانيس. اختي انا ويانيس دابا في الدار، الله يحفظو ليا يا ربي يحفظ لكم وليداتكم. اش غنقول لكم البنات، جود كي يحب اخو كيرد عليه قاتلهم البرد. فمن بعد ما بدلت ليه البنات ودرت له سوان ديالو داكشي، غادي نعطيه الدواء. من بعد ما فطر كنعطيه هاد السيرو ديال الكحبه الزوين، كنحاول نتبعو ليه وكندير له حتى شي قويلبات اعزكم الله، حيت كنحس بالبرد مخرشش فيه. البنات نصحوني بالحليب سكينجبير، كنخاف البنات من هادشي سخون، فداكشي اللي خرج له البيدياتر راه كنعطيه له. صافي هنا كنعطيه الدواء ديالو وكنحطو يلعب، ونمشي نكمل انا الشغالات ديالي. راكم عارفين قسما بالله البنات اللي كديري اليوم كديري غدا، فمن الاحسن تاخدي واحد روب يومين السيمانه ما ديري اختي والو. حدك توكلي وليداتك تغسلي الماء عند طرفي الدار من الفوق، صافي. انا كيجيني الشقا ما كيساليش، هو راحه نفسيه ولكن راه كيهز الصحه. شوفوا اختي الحبيب ديالي خدا الدواء ديالو، ايوا جيت نيشان غندير الغديوه. ندير الغديوه طيب عاد نكمل الطراف ديال الدار. اشنو غديري ايمان؟ ما شنو غديري؟ غندير اختي المقلوبه. المقلوبه اختي توحشتها، غنوريك انايا تقدي باش من اللي عطاك الدار. انا ما عنديش العطريه ديال الكبسه، ما عنديش اللي القرفه، وكاين عديت بداكشي اللي عندي في الدار وجات بنينه ما تشبعوش منها. غتاخدي اول حاجه البنات الانستغرام باغي الوصفه، انا اختي درتها لكم في يوتيوب. خديت الدجاج عندي مغسو، غسلته كجبته من المرجان هكا زعما كيكون مغسول، وكاين اختي اللي انا كنقيه وكنغسلو، نحكو بالملحه ونحكو بالحامض والخل والسكينجبير، وما كيبردش ليا القلب، ما كنكرهش اختي ندير ليه الماء القاطع، ما كنبغيش اختي ديك الريحه ديالو تبقى. ومن بعد ما غسلت الدجاج درت فيه الملحه كنحكو مزيان، عاد كنزيد عليه الخل والحامض والسكينجبير ونخليه مرقد. اختي من بعد ما ترقدي الدجاج سيري خدي الخضره، غتاخدي ليا الدنجال، خدي ليا كورجيت، خدي ليا بطاطا، ولا عزيز عليك الفلفله، انا ما عنديش مع الفلفله بزاف ما درتهاش. كتاخدي كلشي كتقطعي دواور وكتقليه، هي فريمون ماشي صحيه، ديريها مره في الشهر فيها الزيوت، ولكن راه كتجي لذيذه. صافي من بعد ما رقدنا الدجاج خليناه، بديت هنا كنقي كنقرد في الدنجال، من الكورجيت البطاطا البنات كلشي غيحمق عليها، غير تبعوا انا درتها معكم خطوه خطوه. ايوا شوفي لاله درتها المسو تا هو ولات كتعجبو،
ودرت له يا اختي هذا الشيء ومطرف الدار وقال لك يا اختي ما عطيني جاتي ما، ولكن شوفوا ان شاء الله غنحاول نغير من هذا الروتين ونحاول نزيد الاهتمام اكثر وغنشارك معكم الطريق اللي درت باذن الله ان شاء الله. قولوا لي واش تبغيو ولا لا. ايوا هنا الكوغيت كيف ما شفتوا هنا نقيتها، انا عندي بطاطا كوغيت فنجال الى القلي، مني غتقلي كل شيء بنت. انا عندي الفراير عندي الفران، ولكن هي السر في اللذه ديالها هو انك تقلي كل شيء، من بعد كديري بابي سيرفييت وكتبقاي تحاولي تحيدي واحد 50% ديال الزيوت. خدي اختي بصيله شنفيها، خدي طماطيشه قطعيها رقيقه، وخدي هكا ديري الزيت ديال الخضره اللي قليتيها واحد 3 معالق، شحايتي هاد الدجاج ديال الفنجان اللي كنكون رسلناه وسكرناه، قلي بديك الزيت، هاد رمية البنات أو بصلة كيف ما لقيتو، أو العطرية البنات أشنو فيها العطرية؟ فيها عويدة القرفة، شوية القزبر حبوب، توما بودغ، وريقة سيدنا موسى، ملح البزار، سكينجبير، لا عندك دامة زعفران من الأحسن، ولا عندك الهيل والقرنفل وداك الليمون المجفف داك الأسود راه تا هو كيزيدها لذة. أنا ما عنديش وكتفيت بهذا الشيء وجات رائعه. اكيد ما نساوش الملح البنات، هي كتبغي الملح. كندير دابا وكندير التمر اللي كنرمي الرز والخضره. خدي داك البصله جناح واحد، ديري العطريه وقلي كلشي مزيان. من بعد ما تقلي لينا كلشي غتبقاي تقلبي تقلبي تتحسي بالبصله بدات كطيح، رمي مطيشه. ايوا وقلي يا اختي مزيان، تخلينا ديك العطريه في الدجاج ديالنا. وعاد البنات اللي عندهم ديك الجميله ديال المقلوبه، ستفوا الخضره، حيدوا الدجاج، حيدو داكشي، ولكن زدت حك مطيشة، رتبوها باش تقلبوها، تقلبوها تجيكم قادة. أنا درت العشوائية يعني مع هاد 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 البرمل اللي عندي بالضبط، ما جربت واحد النهار نقلب فيها تشتات، فقلت صافي ماشي مشكل، المهم هي البنة. صافي كناخد الروز كنديرو هو الأول، كندير الوسط الخضرة، كنعاود نلوح الروز من الفوق، كنروي تا كيتغطى ليا الروز، كنزيد مليحة شوية ديال البزار وكنسد عليها على مهل طيب لمدة واحد 25 دقيقة. عرفتو يا البنات؟ عرفتو تا كيشرب الماء، امتى كطيب كتبقي ناقصة تا كتحسي بالموكح وكطفي عليها. ما تشبعوش منها، جربوها وجي قولي لي اختي كيفاش جاتك. كتقولي سيري الله يرحم لك الوالدين. ها هو الماء من بعد ما روينا زدنا مليحه وحنا سدينا ونقصنا البوطه، ودابا غنمشي نكمل شغلاتي على خاطري. صراحه تخيلوا البنات كيف يقول لي مع 7 ديال الصباح كيفيق حتى يانيس، مستحيل زعما يبقى ناعس، لا كيفيق هو اللي يقول حتى هو كيفيق، كيبقاو فايقين معايا. ما يمكنش ما يمكنش البنات كيفاش جات المقلوبه بلا ما نقول لكم. ايوا حنا كنساعفو، من بعد نوضت اختي حكيت البوطه، ضربتها لي اختي بواحد الفركه، كعارفين مع الزيوت يا اختي انا ما عنديش مع الزيوت، تلحيت حتى هو حكيتو، ضربتها لها بمسيحه ومشيت يا اختي نكمل شغالاتي. شوفوا صراحه هو نقراه زوين ولكن كيعطي راحه نفسي، ولكن شقر انا كيجيني ما كيساليش. انا هادشي وليت كنديرو يوميا. صافي خديت لاسبيراتور دوزتها على الدار كامله، فرطتها ليا خلاتها كتشعل، تقولي زعما مصي انا ما جففتش اليوم، كذب عليك ما صيقتش. دوزت لاسبيراتور بانت لي الدار كتشعل نقيه، حكيت الطواليت ضربت عليها بحكه، حكيت اختي الطواليت كامله، مشيت تحت الطوابل، مسحت الغبره، مسحت المرايات، وبخرت الدار بانت لي رويحه زوينه، ومشيت اختي نعطي الراحه لراسي. جديت وليدي بديت كنلعب مع يانيس، كنجاوب البنات في الانستغرام على لي ميساج، كنعطي ايوا شويه مع اختي اختي اختي. ايوا نوض مني سمعت اختي ديك الهضره، نوض جمعت الوقفه وطليت في راسي. شوفوا البنات انا يا اختي ضروري ما تلقيني في النهار كندير شي حاجه لراسي، يعني كنحاول بتنظيم الوقت، يعني كتنظمي تتعياي. وكنت الله يا اختي في راسي، درت لاسبيراتور دوزت على الكوزينه، كوم عارفين يعني سورتو هاد الكحل طيح على كاروزه تبان لك الكوزينه موسخه. وبعد ما دوزت لاسبيراتور دوزت اختي اختي المساعد ديالي الرسمي، واحد الرشيشيشه عندي، ومسحت يا اختي الطويبلات، مسحت الكريسي ديالي يعني سو، مسحت الغبره اللي عندي في الدار، وبخرتها. البنات اللي باقا ما عندهاش سبيغاتور كنصحها هو بشده تاخدها في القريب العاجل، راها كتهنيك. ما قال شطب الناس اللي عندهم الحساسيه، ما قال الغبره، ما قال عطسي، ما قال والو، ما قال شي حتى الحرشه، قال لا سبيغاتور دوزي على الدار كامله. تم الصالون بقى ما فرش ليه الزربيه، يلا عاد غتكتمل نفرشها، دوزتها ليه والله البنات الا مدفقه ليا شي بستما رجعت الدار كتشعل. صافي البنات من بعد ما ساليت البنات من لاسبيراتور دزت البنات للطوابل، قلت لكم كنشوفوا يانيس فين برك كيبرك.
ايوا البنات كنساعفو صافي. مسحت الطويبله قديتها، مسحت الكريتي ديال يعني هذاك الكريتي ديال الماكله، هذاك راه خاصك تمسحيه 15 مره في النهار يتوسخ. انا البنات واحد الحاجه تقولوني البنات ديال الانستغرام، انا ما كانش عايش لولدي التلفازه حيت جوج كنت درتها ليه في الصغر، لقيت معاه مشكل باش حيدتها ليه، تعطل ليا شويه في الهضره، فيانيس ما كيعرفش شنو هي التلفازه وما كيعرفش شنو هي الرسوم نهائيا. يعني كنديرو في كرسي كناكلو كنخليه يلعب لي جوي كنخليه يلعب تابعني وصافي. انا هي بخرت الدار، بخرت هي اختي لا وصول هي البنات. ايوا دوزت البيت نعاس، كوزينه سيجور طواليت عطرتها حكيتها اعزكم الله ما وريتكمش، حكيت الطواليت دركني شويه الوقت في التصوير. ايوا صافي هنا نتاع ما سمعنا الهضره. اصلا البنات راكم عارفين انا كنسالي صغيره ديال الدار كندوش، ولكن هنا في الفيديو القادم ان شاء الله غنوريكم يعني اشنو زدت اشنو نقصت اشنو حاولت اختي ندير في النفس. وانت الله اختي في المسجد هو يستاهل، سورتو لكن مر لي فيك هو يستاهل. شوفوا البنات صراحه ملي كنشدو حنا الوليدات وكنديوها في الوليدات راه كنساو شويه المسجد، حيت كيجي في الليل كيلقاك صافي، هذاك شويه ديال الطاقه اللي عندك تسالات. كتلوحي لي الدراري كتقولي لي واك واك عوض الله. ايوا هنا يا اختي وجدت بيجامه جديده، لوغوماج ديال لو كور، جيل دوش، سبراي، لا كريم هادي ديال ازاليا صراحه فن فيها ريحه الرقي، ريحه النقاوه وريحه الانوثه. ضربت بتدويشه هاد ديودورون صراحه زوينه ما كتخليش حس ريحه العرق. ايوا هنا من بعد ما خرج الاعتناء والاعتناء، دارنا يا اختي لا كريم ديالنا. من بعد ما درنا لا كريم غندير شويه باش نكون معكم صريحه، دابا شي 4 ايام 5 ايام ولا نقطه مكياج على وجهي، خليت وجهي يرتاح، عطيته شويه كنخلي البشره تنفس، حتى كنرطبها فقط وكنغسلها كنخليها تنفس. هنا قلنا نديرو شويه اختي ديال اختي الراجل، قلنا هملتينا اختي شوفي ولفت ولعتينا بزاف ولاشيت واحد سيمانه راه كيبان الفرق. ايوا هنايا من بعد ما كنقادو شويه الحاله ناويه البنات ندير هكا دفوا شي وترمانسين، نعسوا الوليدات تبقاو شويه تعطي وقت للمسيو يعني تناقشوا شي يعني ميم داك النقاش داك الحوار ما كيبقاش صافي. انا معاك نعس وليداتي كنبغي نضحكاو فريمون زعما ليكول كتقاد لينا السيستيم ما كاينش. مازال اللي كيكون عندها ولد واحد كتقدر انها ما نقولش لكم كيبقى عندك طاقه، جوج البنات راه واحد كيمشي ليكول واحد كيبقى معاك راه من البدري فابل اختي. ايوا هنا درنا لونتيسيغ، غنديرو كحيله نديرو ماسكارا شويه ديال لابودغ فرهج وعكير ونمشيو اختي نشفو الشعر. ايوا الحلقات القادمه اللي جايين في الفيديو نخلي لكم اختي، عندي لكم سسبنس اختي انايا. انا عارفكم البنات كتوحشوا الفيديوهات ديالي، ولكن كنبغي ندير لكم فيديو تصوير فيه زوين، المونتاج فيه زوين، محتوى فيه زوين والافاده. يعني شوفوا دابا كتخرجي بواحد الطاقه زوينه، كتنوضي تشقاي بالهلايط الريلك اختي، كتنوض تخرجي بوصفه، كتخرجي بعيني، كتخرجي بافاده. ما نديرش لك فيديو غير باش ندير فيديو، ديما كنقولها لكم حتى انا كنتوحشكم. شنو كنتوحش؟ تعاليقكم الزوينه، كنتوحش كلامكم الزوين. سيروا الله يحفظكم والله يفرحكم والله ينوركم. انا ما كرهتش نبقى ندير فيديو نبقى نهضر معاكم، ولكن راه الوليدات في الصداع كندير لكم دابا غير فوا اوف مع الوحده ديال الليل من بعد ما نعستهم ودرت شغلات هكا ديال الدار. ايوا هنايا كيف ما شفتو غنجبد الماسكارا حتى هي نديرها ونكملو يا اختي الحال. ما تنسيش بغيتي تبقاي قريبه مني ما عليك غير بانستغرام ديالي راه وصفات، ماشي من غير وصفات كتكونوا قريب مني، كندير لكم اسئله اجوبه كنجاوبكم يعني كنكونوا عائله وحده. اول تعليق ضغطي على الرابط ابوني ستوريات باذن الله كل دقيقه. ايوا هنايا من بعد ما درنا ماسكارا ضربناها بتكحيله نديرو فرج وحكير نشفو الشعر يا اختي، وتا جلستي جلست حدا المسؤول ريحتك زوينه انت كتكوني ثقه في راسك جالسه ماشي جالسه فيك ريحه الثومه وريحه الزيت وريحه والله زعما تخيلي كون كنت قاليه داكشي وما في ما يدوش ومشيت جلست اي خرج اختي بدل صعب اخرى يقولك اللهم نخرج ولا هاد الحال. يا ربي تعطينا صحيحتنا يا ربي ونبقاو ديما بحال هكا اكتي الله يحسن العوان والله زعما مع العيا الله يحسن العوان نحيدو العكز وصافي. كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نقول لكم من هنا الفيديوهات القادمين غيكونوا اروع واحسن. ما تنسيش اختي لك انت اول مره تشوفي القناه اشتراك وفعلي اختي الجرس، انت لك انت قديمه فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيش الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب، قولي بصح البيجامات جداد راه شاركت مع البنات انستغرام بيجامات اللي خديت ومنين خديتهم واتمنه مناسبه
ايوا اختي شتي شحال كيفوتك هاد البيجامه تاع هي مازال جديده البنات بالبينوار ديالها اتغطات رجيلات هنا من بعد ما نشفت الشعير كنوريكم الزاز وبغيت نقول لكم كنموت وكنحمق عليكم كاملين الى الفيديو القادم بحول الله. السلام عليكم، الله يعاونكم على وليداتكم، الله يعاوننا كاملين ويا ربي تعطينا غير صحتنا نكونوا بهم. السلام عليكم.